بالعصير بالروح بالدم فيك يا سير. يا جماهير انضموا إلينا والأسير غالي علينا. يا جماهير انضموا إلينا والأسير غالي علينا. موتوا تحيا فلسطين. موتوا تحيا فلسطين. موتوا تحيا فلسطين. موتوا تحيا فلسطين. بالروح بالدم نبديك يا أسير. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نطلع عليكم وقفكم يا إخواني. بعد طلب الرحمة للشهداء والإفراج عن أسرانا البواسل من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. طيب أنا جنبكم خلينا نطلب الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد طلب الرحمة لشهدائنا الأبرار والإفراج عن أسرار البواسل من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق رسالة شعبنا بالحرية والاستقلال لكم اليوم، ومن هذا الموقع المتقدم خيمة التضامن والمطالبة باسترداد جثامين شهدائنا الأبرار، وبدعوة كريمة من ذوي الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا من تم إعادة اعتقالهم في العام 2014 ممن تم إطلاق سراحهم مع ناقض العهود الاحتلال الإسرائيلي، والذي لطالما عهدناه كذلك على مر الأرض، وبدعوة مركبة لكل الخيرين والمخلصين لتلك الشريحة. نعم إنهم رفاق ضرب الشهداء، رفاق من لفوا نداء الوطن حينما استصرخهم الواجب والمؤسسات العاملة في مجال الأسرة. نتف بهذا اليوم ومن على أرض جنين الفسام، وقد بلغ السيل الزوائد. وأستسمحكم إخواني ذوي الأسرى والأسرى المحررين وكل من حضر بهذه الوقفة التضامنية من فصائل العمل الوطني والأطر الوطنية والأجسام العاملة والأهالي، لنقول آن الأوان لنرفع صوتنا عاليا. سماؤنا محتلة وأرضنا محتلة، والهجمة شرسة على مدينة جنين وريفها ومخيمها. وأقول باسمكم جميعا، لن تذبح هذه المحافظة الصامتة كما تذبح النعاج. من هنا نقول للثمانية أسرى والذين أعيد اعتقالهم، وللستمائة أسير من أبناء محافظة جنين، وللتسعة وأربعون أسيرا على مستوى الوطن ممن أعيد اعتقالهم، ولمن هم أكرم منا جميعا، شهداءنا الأبرار ممن لا زالت هذه الحكومة النازية والتي تأسر جثامينهم الطاهرة لتثبت للعالم أجمع بأنهم عصابة يتحدون القانون والنظام، بل يتغنوا بذلك. من هنا نقول ولكي يسمع شهداءنا ولكي يسمع أسرانا، إن لم نجد أحياء يمتلكون الحرية، مسؤولية كل هؤلاء مسؤولية دحر الاحتلال، ومسؤولية تحرير جثامين الشهداء، ومسؤولية الإبراج عن الأسرى هي مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية دينية ومسؤولية وطنية قبل أن تكون من مسؤولية أي أحد كان. من هنا نقول لأرواح شهدائنا الطاهرة، لأسرانا البواسل، لكل من لبى نداء الوطن حينما استصرخه الواجب، لبيكم لبيكم يا أسرانا، ولبيكم يا شهدائنا. لن نترك هذا التاريخ يلعننا،
وسيلعنه كل متخاذل وكل خائن وكل متقاعس وكل مقصر. ومن هذا المكان أعلن باسمكم جميعا، وكل رجل بألف رجل وكل فتاة بألف فتاة، بانطلاق فعالياتنا بل بتجديد فعالياتنا ونشاطنا من أجل استرداد جثامين شهدائنا أولا والإفراج عن أسرانا جميعا. وبهذا المقام الجلل كي لا نتوه في التفاصيل، هناك من حدد وقال كلمته بأن إسرائيل قوة محتلة، وأجيز لنا النضال بل الجهاد من ذاك العالم الظالم والذي ينظر بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني. ونحن بهذا المقام ليس بحاجة لتوجيه من أحد، سماؤنا محتلة وأرضنا محتلة، ووصف ذاك الاحتلال بالغاشم، وأجيز لنا النضال بل أجيز لنا الجهاد طالما أرضنا محتلة. وسيأتي اليوم التي تحاكم هذه الحكومة النازية وساستها على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني، وإن كان لابد من أسر وملاحقة فهي للاحتلال الإسرائيلي. نقول للخمس آلاف أسير والذين لا زالوا يقبعون داخل سجون الاحتلال، ربعهم من المرضى، جريمة ممنهجة ومخطط لها تجري في وضح النهار بحق أسرانا. ونحن بدورنا نقول لهم عهد لأمهاتكم يا أبطال المعارك والساحات، يا صفوتنا، يا قادتنا، يا معلمينا بعد الشهداء، لن نترك هذا الاحتلال الإسرائيلي يقتص منكما كيفما يشاء. وسيأتي اليوم الذي سيطلق به سراحكم وسنستقبلكم منتصرين بإذن الله لا شهداء على الأكتاف. وقبل أن أختم كلمتي أجدد، اليوم جددنا الانطلاق بفعالياتنا وسنبقى مستمرين حتى بإذن الله تحقيق رسالة شعبنا بالحرية والفخار والاستقلال. وإن غدا لناظره قريب، المجد لشهدائنا والحرية لأسرانا والشفاء لجرحانا والزوال للاحتلال بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنردد معا علم جد ونبحة وعسكلان قريبة منا، وعلها ساعة استجابة، وعل أسرانا يسمعونا بالروح بالدم نفديك يا آسير، بالروح بالدم نفديك يا آسير، بالروح بالدم نفديك يا آسير. يا جماهير انضموا إلينا والآسير غالي علينا، يا جماهير انضموا إلينا والآسير غالي علينا، وحدي وحدي وطنية، وحدي وحدي وطنية، نموت وتحيا فلسطين، نموت وتحيا فلسطين، نموت وتحيا فلسطين. يا جماهير انضموا إلينا والآسير غالي علينا، يا جماهير انضموا إلينا والآسير غالي علينا، يا جماهير انضموا إلينا والشهيد غالي علينا،
يا جماهير انضموا إلينا والشهيد غالي علينا. نستكمل وقفتنا التضامنية والمجال مفتوح لمن يرغب في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسوله النبي الأمي الأمين. في هذه الوقفة أنقل إليكم رسالة أسرانا الذين تم إعادة اعتقالهم ممن تم إطلاقهم في صفقة وفاء الأحرار. ننقل رسالتهم التي تحمل الهم الكبير وتحمل المعاناة، ومع ذلك تحمل الأمل بالفرج القريب بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد عقدين من الزمن ويزيد في الجب، وبعد أن كان الأمل بالحرية مفقود إلا من الله عز وجل، ظهر النور من مشكات المقاومة في غزة الصمود، فكان أسر شاليط، وبدأ فجر الحرية يبزغ بالظهور، حتى كان اليوم الموعود لمشيئة الله قد أعلن، بصفقة وفاء الأحرار في 28 من تشرين الأول سنة 2011 للميلاد. وما إن تنسمنا شمس الحرية ولامست جباهنا تراب الوطن، وما تجاوز الأمر سوى 32 شهرا، وعلى إثر أسر المستوطنين الثلاثة في خليل الرحمن تسابق قادة الصهاينة باقتراحاتهم المشؤومة وقراراتهم التعسفية بإعادة اعتقال من تم الإفراج عنهم بصفقة وفاء الأحرار. وما إن سار بنا قطار الزمن في بحر الحرية حتى تعسفنا قرارهم المشؤوم، وتم اختطافنا من بين أهلينا وذوينا بدون سبب، وما أن أدخلنا السجن وكانت حرب العصف المأكول، وتم أسر الجنود مرة أخرى، فعاد الأمل يحدونا أنه نحن أسرى وفاء الأحرار، وجميع الأسرى لن يطول بنا الغياب في غياهب السجون مرة أخرى، وسنعود نتنفس عبق الحرية من جديد. ولكن هذا الأمل طال به المكث، وها قد تجاوز 8 سنوات، فسؤالنا المتكرر على مدار 2920 يوما: إلى متى؟ إلى متى؟ إخوانكم الأسرى المعاد اعتقالهم في سجون الاحتلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطاك الله ألف عافية، ونجدد وفاءنا إلى أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. نقول لهم بهذا اليوم: شعبكم لن يترككم، فريسة للجلاد الإسرائيلي يقتص منكما كيفما يشاء. ومع كلمة كلمته
أبناء المحافظة ممن تم إعادة أسرهم بهذه الصفقة التي نقضها الاحتلال الإسرائيلي ناقض العهود كما أسميناه وكما عرفه الجميع على مدار التاريخ. ونترك الكلمة للأخ المناضل سالم المحروم شقيق الأسير المناضل أحد أسرى صفقة شاليط والذين أعيد اعتقالهم سامر المحروم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، خير ما نبدأ به. باسم هذا الشعب المبارك، هي أفضل كلمة نرددها دوما. نعلم أن قضية الأسرى مرتبطة ارتباطا كليا مع بئد احتلال هذه الأرض من قبل العصابات الصهيونية الهجنة والبالمخ، ومن ثم ادعاء إقامة الدولة المزعومة دولة إسرائيل. وكانت من هنا بدأت تجربة الأسرى الفلسطينيين. من قبلها كانت تجربة مع البريطانيين، مع الاحتلال البريطاني، ولكن هذه الحركة التي يزيد عمرها عن 70 عاما لم تكل ولن تكل، واستمرت في التطور، استمرت في النضال، استمرت في مقاومة الجلاد، حتى شكلت مدرسة في الصمود، حتى شكلت مدرسة في التحدي. أنتم هنا قد تظنون بأن وقفتكم لا تشكل لهم شيئا، لا تحرك شيئا في هذا الشارع، ولكن هذه الوقفة دائما كانت هي الشرارة التي تحرك الشارع الفلسطيني من أجل قضية الأسرى. يجب أن يكون هذا الشارع شارعا موحدا، يجب أن يكون هذا الشارع شارعا قويا، يجب أن يكون هذا الشارع شارعا مستمدا قوته وعنفوانه من قوة وعنفوان الأسرى وصمودهم. لا أريد أن أتحدث عن موضوع الوحدة في الشارع، ولا أريد أن أتحدث عن موضوع وحدة الفصائل، هذا متروك لكل شخص سياسي. نحن لا لنا علاقة بالسياسة، نحن لنا علاقة بهذا الشعب، لنا علاقة بحرية هذا الشعب، بحرية أبنائه، ولنا علاقة بوحدة هذا الشعب. من يريد أن يكون بعيدا عن هذا المسار فليكن وحده بعيدا عن هذا المسار. اتركوا لنا أبناؤنا واتركونا معهم، نحن قادرين على أن نصعد المواجهات، نحن قادرين على أن نحرك الشارع، نحن قادرين أيضا على أن نسمع صوتنا، لا للاحتلال لأنه يوميا يسمع صوتنا وهو يسمع صوتنا الآن. لا تستهينوا أن مجموعة من النساء ومجموعة من الأولاد والشباب والشيوخ يجلسون هنا، الاحتلال لا يسمعكم، يسمع صوتكم، ولكنه يسمع وينظر إلى الأمام، وينظر إلى الأمام. هل ستكونون قادرين على تشكيل قوة تفرض على هذا الاحتلال أن يطلق سراح أبنائنا؟ أبناؤنا في السابق، كل الأسرى الفلسطينيين في السابق كانت مطالبهم في سجون الاحتلال تحسين أوضاعهم المعيشية، وكانت مطالبهم من الاحتلال وكان المطلب الاستراتيجي اعتبارهم أسرى حرب، وكان باستمرار السجان الإسرائيلي يتعامل باستهتار مع هذه المطالب. بعد كل هذه التطورات أصبح نضال أسرانا ليس اعتبارهم كأسرى حرب فقط، وليس تحسين أوضاعهم المعيشية، أصبح مطلب أسرانا هو الحرية، الحرية للأسرى. هذا الشعار الذي يرفعه الأسرى الآن، الحرية للأسرى، هو شعار صنعته نضالاتهم، صنعته تضحياتهم، وصنعه صبركم وصمودكم معهم. لم يحركه أحد، لم يحركه قرار سياسي، ولم يحركه مسؤول، ولم يحركه أي أحد، حركه إرادتكم وإرادة الأسرى. نتأمل ونتمنى أن تبقى قضية الأسرى مرتبطة تماما بقضية الأقصى، لأن هاتين القضيتين هما القضيتان اللتان على مر التاريخ الفلسطيني شكلا بؤرة التسخين للصراع مع هذا المحتل. لن نترك أسرانا ولن نترك أقصانا، والحرية للأسرى، لجميع الأسرى. شكرا لكم. أعطاك الله ألف عافية على هذه الكلمة المعبرة، ونحن بدورنا نقول الأسير الفلسطيني هو ابني إن لم يكن ابنك، وأخي إن لم يكن أخاك، وابن هذا الوطن إذا تنكر له الجميع. رحم الله
ممن رحلوا إلى العلا بحكم قدر الموت من أمهات الأسرى وآباء الأسرى، وأطال الله في عمر من كان ولا زال موجود منهم من أراد أن يكتب عن الوفاء وعن الأخلاص، فليكتب عن أسرانا وذويهم وعلاقتهم بفلذات أكبادهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. رحم الله الوالد أبا سالم والدنا جميعا والذي ارتفع إلى العلا، ونتذكر بصماته بل نضالاته والتي لا تقل عن نضالة وصمود أسرانا المواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. نستذكر والدنا ووالدتنا أبا سالم وأم سالم وذوي أسرانا جميعا ممن ارتفعوا إلى العلا بحكم الموت، نستذكرهم أمام الصليب الأحمر والهلال الأحمر وفي كل الساحات والميادين، ونحن نجوب أرجاء الوطن كي نرفع صوت أسرانا عاليا وبما يتواءم مع حجم نضالهم وتضحياتهم، ويكون كفيلا لردع الاحتلال الإسرائيلي بوقفه انتهاكاته بحقهم. وختاما الرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا الجاء البواسل والشفاء لجرحانا والزوال للاحتلال بإذن الله. رسالتنا لأسرانا أولا أن شعبكم معكم، أن أهليكم معكم، أن فصائل العمل الوطني والإسلامي معكم، أن مقاومتكم معكم وهي الوفية دائما، كانت وفية لكم في وفاء الأحرار أولا، وستكون وفية في وفاء الأحرار ثانيا وثالثا حتى لا يبقى في سجون الاحتلال أسير بإذن الله تبارك وتعالى. رسالتنا للاحتلال أننا لن نترك أسرانا في سجونكم، لن نترك أسرانا نهبا لهمجيتكم، لن نترك أسرانا لطغيانكم وظلمكم. هناك طرق كثيرة وهناك أساليب كثيرة للوصول إلى الحرية لأسرانا، هذه الوقفات هي الإشارات وهي البدايات، وعند مقاومتنا وعند شعبنا ما يكفي وما يضمن الحرية لأسرانا بإذن الله تعالى. على مصطفى أشرف أبو الرب.